فعشان نعمل الوصفة دي عايزين كوباية مية، وعايزين 100 جرام زبدة، وكوباية دقيق، 4 بيضات، وفانيليا ورشة ملح، ده للعجينة. تمام. الكاسترد عايزين له 1/3 كوباية سكر، 1/4 كوباية نشا، 2 كوباية لبن، 4 صفار بيض، وفانيليا، وعايزين بره كوباية كريمة مخفوقة، وعايزين 16 حبة بسكوت الشوكولاتة مطحون، وعايزين شوكولاتة مذوبة للوجه. طيب أول حاجة هنعملها، عايزين نجيب كوباية مية، كوباية مية هنا مفيش، فلازم ناخد كوباية من هنا. وفين البولة بتاعة العيارات؟ خلينا نحط بالويم، بس انتوا ما تحطوش بالويم، حطوا كوباية. دي تقريبا كده عندنا كوباية. تمام. هناخد دلوقتي الزبدة اللي عندنا هنحطها. عندنا قد ايه زبدة؟ 100 جرام زبدة، وهنحطها على المية اللي هنا مع رشة الملح بس، وهسيب الكلام ده لغاية رشة ملح، شايفين رشة صغننة كده كده اهو. ومعانا الكاكاو اهو، هنحط معلقة الكاكاو هنا مع الدقيق، مش مشكلة يعني، بنحطهم مع بعض هنا. ده لازم يبرد، بس هيبرد هاخده هحط عليه 4 بيضات بيضة 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 بيضة، وأقلب بيضة وأقلب، بس البيضة تختفي برجع بضيف البيضة التانية وأقلب لغاية ما أخلص ال4 بيضات والفانيليا. ده العيار دبل، فإحنا هناخد نصه. طيب إحنا عملنا دلوقتي كده هنا الكاستر بتاعنا أهو بعد ما برد، بس بنقلبه شوية. عندنا هنا إيه؟ عندنا هنا كوباية من كريمة الحلويات زي ما هي بدون أي إضافات خالص، حطيت لها حطيتها في الخلاط أو يعني في العجانة، وخلطتها خفقتها لغاية ما اتكثفت وبقت زي ما انتوا شايفين كده، قوامها جميل. الأول هاخد البسكوت اللي عندي وهحطه هنا هقلبه، وبعدين هنزل بقى بالكريمة اللي عندي وبحقلب بخفة خالص عشان ما طلعش الهواء اللي احنا كسبناه في الكريمة بتاعتنا. هناخد بقى دلوقتي الكريمة بتاعتنا دي وهنبتدي نضيفها كده للخليط بتاعنا، لذيذ جدا طعمه على فكرة، يعني الحشوة دي تحفة. احنا لما نيجي بس نحطها هنحطها ازاي، لان احنا جايين لنا الشيف ياسر وهنركز معاه، فانا بس عايزه اوريكم دلوقتي احنا لو هنحط المقص اهو هنحطها ازاي في الفرن. اول حاجه هنحطها على درجه حراره 170، بعدين هنيجي كده في الصينيه، شوفوا ازاي بنحطها كده اهو، بضغط عليها كده وهي ثابته كده كده، وبرفع ايدي فوق 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 وبعمل كده كده وكده كده وكده. طيب اللي طلع ده بنعمل فيه ايه؟ ببل ايدي بالميه، ببل صباعي بالميه، وباجي هنا وبعدل ده البوز اللي طلع ده بعدله بالشكل ده، شايفين؟ فده بيكون الشكل. لازم نخلي فيه مسافة بين كل واحدة والتانية لأنهم زي ما انتوا شايفين بيكبروا. خلاص أنا هعمل في كل واحدة من تحت كده تجويف، وهبتدي أحشيها بالكريمة بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي.